سالي، مثل ما تابعنا كثير من المشاريع المقدمة، يمكن هي بتساهم بالحياة اليومية للناس صحيح وأيضا لتسهيلها للحياة صح اليومية، وكثير من الأمور مشاريع أيضا تعنى بشكل خاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كمان كان في لنشوف بعض المشاريع. معنا بالاستديو رفيف زينية عن مشروع إيموشل، وروان حاحي مبتكرة اللوح الذكي للتعلم. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا، صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. رفيف، حنبدا معك. مشروعكم بيهم كل الفئات المجتمع، خاصه انه الاسره من كبيره لصغيره هي على الموبايل، على مواقع التواصل الاجتماعي، تكنولوجيا غزت العالم كله وايضا الاسر الصغيره. فخلينا نحكي عن مشروعكم، كيف فكرتوا فيه واخذ المرتبه الثانيه هو بالسباق صحيح. يعني. للحقيقة مثل ما بنعرف كلنا أن مواقع التواصل الاجتماعي صارت جزء كبير من حياتنا، دائما، يعني حياتنا اليومية، من حياة جميع الأشخاص بجميع الفئات العمرية. بنلاحظ كمان أنه هي تخطت مرحلة أنه تكون هي بس مواقع لحتى نتواصل فيها مع أصدقائنا أو مع الناس اللي بنحبهم، لحتى صارت مجال لأنه هي دخلت التسويق الإلكتروني فيه، صار أغلب الشركات عم تطرح منتجاتها عليه وعم تاخذ آراء الناس عليها. بالمقابل بنشوف إنه الشركات كتير مهتمة إنه تعرف آراء الأشخاص بالبضائع اللي هي عم تنزلها، بالخدمات اللي عم تقدمها، لأنه هذا الشيء كتير بيفيدها بالتسويق. وهي الشركات هي لحد الآن بتتكلف أموال كتير كبيرة وبتاخذ جهد كتير كبير وبتحتاج موارد بشرية كتير كبيرة حتى تحصد هاي الآراء وتحللها وتطلع منها صحيح. إحصائيات. فمن هون اجت الفكرة انه نحن نسهل هذا الموضوع. التطبيق هو عبارة عن تطبيق اندرويد بيسهل على الشركات انه تحصد آراء العالم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي فيسبوك وتويتر، وتطلع منها استبيانات كاملة لحتى تسهل عليها وتوفر عليها الوقت والتكلفة. أما بالنسبة للمستخدم العادي كيف ممكن يستفيد من التطبيق، فهو ممكن يتصفح عن طريق التطبيق أحد مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك أو التويتر، ويحصل على جنب كل بوست أو جنب كل تعليق الشعور المناسب للتعليق. وكمان التطبيق قادر أنه يقترح عليك مقطع فيديو تبعا للحالة النفسية، لأنه نحن دائما بنشارك مشاعرنا صحيح. على مواقع التواصل الاجتماعي، فهو حيقترح عليك مقطع فيديو طبعا للحالة النفسية اللي انت عم تعيشيها بهالفترة. ان شاء الله دائما الحالة النفسية بتكون كويسة. روان، رح نروح لعندك. تطبيق تبعك ما كان بعيد عن موضوع التكنولوجيا ابدا، وكان بخص الاطفال، وخصيصا انه نحن دائما لازم نستفيد من الجانب الايجابي ونهمل الجانب السلبي باي موضوع، وخصوصا ب فينا نقول تكنولوجيا وهي القصص. خلينا نحكي عن مشروعك اللي هو كان بخص التعلم عند الاطفال. تمام. هلا نحن بمشروعنا يعني عم نشمل تعليم الاطفال عن طريق عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمه. تمام. هلا بنلاحظ انه الاطفال الشريحه العمريه من 5 سنين لعشر سنين يعني ما كثير صحي بالنسبه لهم انهم يضلوا ماسكين الجهاز الالكتروني، موبايل او بشكل عشوائي او لابتوب. تمام. ويضلوا اوقات طويله عليه. المشروع تبعنا بيخليهم يتفاعلوا اكثر، بيخليهم يتعلموا بطريقه احسن عن طريق التفاعل، التفاعل الصوتي طبعا مع النظام. طبعا كمان شملنا الاطفال يلي هن ضعيفين بصر او كفيفين عن طريق ثقوب بالبطاقات، فهن بيقدروا انه كمان يستفيدوا من المشروع. تمام. يمكن انت معك البطاقات. تمام. تمام. هذا المجسم يا ريت بس نشوفه ونوجه الكاميرا عليه، ونحو عم يطلع على شكل اوف على الشاشه حاليا. تمام. بس خلينا نشتغل. هو عندنا مجموعه من البطاقات. هدول البطاقات عم بيكونوا ملونين مشان يجذبوا كمان انتباه الطفل، اذا كان طفل صحيح بيقدر يشوفوا كل شيء. هلا في حال كان الطفل ضعيف البصر ففي عندنا هدول الثقوب اللي هن موجودين على البطاقات، بيقدر يتحسسهم الطفل بكل سهوله. هلا في عندنا هون البورد كمان ممكن تنقلب ويصير عندنا وجه جديد بالاشارات الضرب والقسمه. هلا ببلش اول شيء النظام بيطرح على الطفل سؤال صوتي. تمام. خلينا عم يقولوا لنا شوي شوي بالكنترول مشان نفهم الفكره بشكل اوسع. تمام. نحكي تمام. هون وقت هلا ببلش الطفل بيسمع السؤال من النظام. ممكن السؤال يكون حسب الضرب او القسمه او حسب جمع وطرح. ببلش الطفل بيحط هدول البطاقات حسب السؤال. في حالات كان الطفل عم بيركب صح فالنظام رح يتفاعل معه صوتيا ورح يعطيه رسائل تشجيعيه وتحفيزيه لحتى تخلي الطفل يكمل. في حال كان كمان عم بيجاوب غلط فكمان النظام رح يضل متابع معه ورح يعطيه رسائل كمان توجيهيه لحتى توصله للصحيح.
يعني هذا اللوح هو بده يكون متصل بجهاز كمبيوتر. تمام، ممكن كمبيوتر او راسبيري او موبايل او موبايل، يعني هي المعالجه لحتى نحدد هدول الثلاث اشياء. تمام، وبدنا كاميرا طبعا. هلا هون بنثبت الكاميرا، ان كان كاميرا راسبيري او كاميرا موبايل او الكاميرا اللي بتوصل يو اس بي على اللابتوب. يعني نحن وفرنا اكثر من شكل للنظام حتى يقدر اكبر شريحه ممكن تستفيد منه. يعني فيها ببساطه انه فعلا الواحد بالموبايل يقدر يستخدم هذا التطبيق ويكون كتير مفيد للأولاد. صح، تمام. حتى ممكن إنه يعني ممكن مستخدم لحاله بالبيت، مثلا طفل لحاله يقدر يستخدمه، ممكن بمدرسة أو مؤسسة تعليمية كمان عدة أطفال يقدروا يتشاركوا بالأسئلة. طبعا عم يمر عبر الكاميرا المشروع هذا تبع الأطفال يلي بيهم أيضا اللي شوي عندهم مثل ما حكيتي ضعف بصر أو ضعف استيعاب. تمام، قديش مهم إنه نحنا نفكر فيهم ونشتغلهم شيء لقلهم دائما لاندماجهم، بتحسين انه نندمجوا مع الاشخاص الطبيعيين. صحيح، صح، لانه ممكن حتى طفل سليم وطفل ضعيف بصر او كفيف يقدروا يتشاركوا سوا، يقدروا يتفاعلوا سوا. هاي الفكره كثير حلوه الفكره، وعم نشوفها هلا عم نتابعها نحن. يمكن مشروعها كانت بشكل اوسع امبارح بالسباق وكان بيقدروا انه العالم يشوفوها. روان، كيف بلشت الفكره عندك؟ ليش حبيتي تشتغلي على هذا الموضوع بالذات؟ هلا هي الفكره انه نحن ماده الرياضيات هي ماده كثير اساسيه، وكل الاطفال يعني عم يتولد عندها خوف من الماده، انه انا لازم احفظ جدول الضرب، لازم انه يعني من انا مجر كلها كلياتنا. صح، يعني تمام. وهلا شغله ثانيه انه كثير من الاهالي عم يشتكوا من الاعداد الطويله للاطفال تبعهم على الجهاز الالكتروني على الموبايل او على التاب، يعني فهيك حال هو رح يتيح للاهالي انه هن يستغنوا مثلا عن القعده الطويله للطفل على الجهاز، هو بس قاعد مثلا ما عم يتفاعل مع الوسط تبعه، هون رح يكون الانتباه تبعه حتى مشدود نتيجة انه الالوان يعني بطاقات ملونه، رح يقدر ياخذ راحته اكثر. حلو رفيف، خلينا نحكي عن بداية فكرة المشروع. دائما نحن منبلش أي شيء بفكرة، هي بتبلش بفكرة تتطور هاي الفكرة حتى قيد التنفيذ وبعدين منطورها. كيف بلشت الفكرة وقديه أخذت وقت؟ وقت تفكير وقت تنفيذ. بلشت الفكرة بالبداية من أنه نحن صرنا نشوف بالمجتمع يعني بحياتنا اليومية قديه في جروبات أو حتى صفحات في أمثلة كتير كبيرة عم تطرح، بس يعني هي بس شغلتها أنه هي تطرح المنتجات والأشخاص يبدوا رأيهم. بالمقابل عم نشوف قديش أصحاب المطاعم أو حتى الشركات أو حتى مثلا الأشخاص اللي هن بس بحبوا انه يزيدوا عدد الفولورز تبعوتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قديه عم يكونوا مهتمين بانه يجمعوا هاي الاراء وقديه هن عم يتعبوا حتى يقدروا يلموا بكل النواحي سواء على الفيس او على التويتر. فمن هون اجت الفكره انه نحن لازم نوظف مواقع التواصل الاجتماعي بطريقه افضل حتى نختصر هذا الجهد الكبير اللي عم يحطوه. وكمان مثل ما بنشوف نحن دائما انه اليوتيوب صار مصدر دخل لكثير من الاشخاص، وكثير من الناس عم تحاول بس تزيد عدد المتابعين والمشاهدات لها على الفيس. فاللي بنشوفه انه نحن حاولنا نقدم لهم حل حتى يقدروا يوصلوا مقاطع الفيديو تبعهم لاكبر عدد ممكن من العالم، لانه يعني بحالات كتيرة ممكن انه اذا مقطع ما بيناسب الحالة اللي الانسان فيها فهو حيتمنع تماما انه يشوفه او ببلش فيه يمكن وما بيكمل المشاهدة. تماماً. وهون بيصير هذا انه لغط عدد المشاهدات، وانه اذا قدر الواحد يوصل فكرته عن طريق الفيديوهات اللي بيحب ينشرها او لا. وكان في كتير برا يعني برات سوريا في كتير تطبيقات بتساهم بهذا الشيء، فهي يعني تكملة انه يكون موجود عنا هذا التطبيق بسوريا. تمام، لا هو الفكرة انه التطبيقات غالبا بتحاول تدرس الشخص شو مهتم، ما بتهتم بالحالة الشعورية، فنحن حبينا نركز على الحالة الشعورية اللي هو عم يحس فيها. تماما، يعني مثل هيك مشروع منحس انه يحقق عدة شغلات مثل ما قلتوا. اول شيء بحقق الفائدة المعنوية النفسية للي عم يشارك فيه، وايضا في جزء مادي هو كتير مهم. هذا الجزء انه نحن نلاقي ونخلق فرص عمل بظروف شوي يمكن نحن مرينا فيها كانت صعبة. روان، خلينا نحكي ايضا كيف كان التفاعل بين الاطفال على اللعبة. اكيد بس يشوفوا اي شيء الاطفال هيك شكله حلو
ملفت وايضا يعني تعليمي، فبتحسين انه يلا بيركضوا عليه، فبصير في يلا بدهم يتقاتلوا. كيف كان الوضع؟ هلا هو الوضع كان يعني تمام، انه يعني هو مجرد ما يلاقي انه بطاقات وملونه وارقام تمام، يعني خصوصي انه هلا نحن عم نشمل من عمر 5 سنين، فهنا اذا بلشوا من هالاعمار يحبوا الرياضيات، يعني هي الرياضيات اساس كل شيء، اذا بلشوا من هالاعمار يحبوا هالماده فراح يكون انه الموضوع كثير حلو. طب روان، يعني إمكانية أول شيء إنه يكون موجود هذا الموضوع وهذا اللوح ببيوت العالم خصوصاً عند الأمهات، ثانياً تطبيقها على الأرض الواقع إنه ينتشر بشكل كتير كبير، قديش هي الإمكانية برأيك ممكن تكون؟ هي يمكن تعتبر من أحد الصعوبات تبع المشروع إنه نحن نوفر التطبيق، يعني النظام مثلاً إن كان أندرويد أبليكيشن أو كان ديسكتوب أبليكيشن مع التصميم هذا الهاردوير، لأنه هن مرتبطين مع بعضهم، يعني لازم يكون الهاردوير بالإضافة للنظام. هلا إن شاء الله تعالى ممكن مثلاً يعني ينتشر بالسوق، ينباع بالسوق الهاردوير لحاله والنظام، ممكن الاهل مثلا حسب اذا كان ديسكتوب ابلكيشن بيقدروا يحصلوا عليه، واذا كان موبايل ابلكيشن بيقدروا بس انه من وين بيقدروا يحصلوا عليه؟ كيف يعني؟ لا هو صراحه لسه ما نزل على السوق، يعني حاسه التصميم هو تصميم واحد بس، ما في غير هذا التصميم عندنا. ممكن ان شاء الله تعالى بالمستقبل انه يعني ينزل على السوق ان شاء الله. بس يعني بتكون تسعوا لانه يكون موجود؟ اكيد ان شاء الله، هو الافق تبعه اساسا كبير كثير وممكن يتطور عليه بشكل كثير كبير. تمام. ان شاء الله يا رب. يعني رفيفة بدك توجهي هلا كلمه هيك لكل اللي عم يتابعونا اليوم، اللي تعرفوا على مشروعكم من خلال وجودكم معنا وايضا من خلال تغطيه الاخباريه السوريه للماراثون اللي نلتوا فيه على المرتبه الثانيه السباق. تفضلي. هلا اكيد بدي وجه شكر كبير لجامعه دمشق اللي قدرت تحتوينا وتامن لنا فرصه لانه نحن نقدر نطرح مشاريعنا بشكل عملي. هو المركزين الثاني والاول كمان هن حيحتضنوهم بالجامعه حتى نقدر نكمل فيهم ونطلع برودكت كامل نقدر نطرحه بالاسواق إن شاء الله. فاكيد كل الشكر لهم وشكر للدكاتره والاساتذه الجامعيين اللي يعني اللي ساهموا وساعدوا، اكيد والشكر لكم لحتى قدرنا نوصل. اكيد نتمنى لكم كل التوفيق رفيق، نتمنى انه ان شاء الله مشاريعكم تقدر انه توصل للي بدكم اياه وتقدر نشوفها بكره على ارض الواقع لحتى فعلا الناس تستفيد منها، وهي الافكار الحلوه اللي عم يطلعوا فيها الشباب السوري ما تضل موجوده او حبيسه ضمن مسابقات او ضمن جدران معينه، وانما تنتشر الى كافه شرائح المجتمع. شكرا كثير لكم ولوجودكم معنا لليوم. كل الشكر لكم وموفقين روان ورفيف، اهلا وسهلا.